الصديق ده حاجة كبيرة جدا. طبعا شيء كبير في الدنيا ويعني كنز لا يفنى. صديق رفيق يعني كاتم السب. الصديق في الزمن هذا زي ما بتقول عملة نادرة. ربما تكون كلمة صغيرة لكن معناتها كبير. والله الصديق هو الشخص اللي بيوقف جنب الإنسان في وقت الضيق. الصديق لازم يكون وفي. كل شخص يحتاج إلى صديق. الصداقة أهم من كل شيء. أعزائي نرحب بكم في هذه الفقرة ويسرنا أن يكون ضيف فقرتنا الآن الفنان سالم بن سعيد اليعقوبي. أخ سالم أهلا بك من خلال سهرتنا. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. متى يحل الصفا بيننا الوئام؟ متى يعود الوفا يا ابن الكرام؟ قولي متى نبلغ حدود المرام؟ قولي متى نبلغ حدود المرام؟ دخل النفافس والنوافس فضران، قل رأيك موضح موضع الجمال والبلاغة والعشق بهذا البيت الجميل العظيم. انت ما فيهوش جمال ولا اي حاجة. وزي ما التقينا على ورد برضو هنختم على ورد. شكرا لمتابعتكم ونلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله.